موقع الشيخ براك الشمري. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء، حسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. قدمت لكم هذه المادة من موقع الشيخ براك الشمري www.bالشمري.com.